ويا لالا موسى، موسى الآن، موسى الآن ذهب فطيس غير معسوف عليه. والنازل يا جماعة البارح ما تسمع إنه هاجمنا حطاب واحتلينا حطاب، الجنجويد مبلوا البارح في حطاب بالغرايب الإبل 800 فطيسة، 800 فطيسة البارح. بنتكلم عن أرقام 120 الليلة حصلوا 800، لأنه النازل قعدوا كده يا جماعة، انجمعوا في كافوري بعد ما غنموا ونهبوا المواطنين، اتجمعوا في كافوري والطيران كان لهم بالمرصاد. وتشهد مستشفى شرق النيل فطايز بالجملة دي دارينا ماشيين حطاب، ماشيين حطاب 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 جهنم ثاني، ماشيين حطاب. هلكوا الأربعة الغادة الميدانيين، وأول موسى، وأول موسى وضد الضيف، وذاته موسى الضيف، وضد الضيف ذاته اسمه موسى الضيف، لكن والله وضد الضيف ده يا جماعة نبكي مع بعض، نبكي مع بعض، نعزي مع بعض الفاتحة يا جماعة، الفاتحة. ويا الليلة، ويا الليلة عم قرون، ويا الليلة عم قرون، ويا الليلة. والله هنا أبكيكم كلكم وقاعد مستمتع، وقاعد مستمتع أبكيكم وأنعيكم إلى جهنم وبئس المصير. ويا الليلة عم قرون، موسى حشروا له الكوسة، ويا الليلة عم قرون. فضل فيكم زول أولاد دقلوا يا البرهان، والله البرهان إلى الصين وحميدين ضرب المسكينة، البرهان العام في الصين. البرهان طبعا يا جماعة ده غايد متحرك حطاب، اللواء موسى مين كده الضيف الآن إلى ذهب إلى السماء ذات البروج، وإن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير، ومعه أربعة من غادة الدعم السريع وأكثر من 800 فطيسة. كل الناس دنيا زايلي ونعيم كزايل. واحد كده جنجبيدي كتب لي كذاب، تعال فوق قدم قست، تعال فوق، ها دار تقول ما مات، دار تقول ما انجغم، تعال فوق، تعال فوق، قدم لي فوق، تعال هنا، تعال لي فوق، اكتب لي كذاب وتعال فوق. دار تقول ما انجغم، قسما بالله يطلع ما انجغم، عشان ابدا احلقه في لايف، احلقه في لايف. 800 فطيسة، قسما بالله محل ما تمشوا تتبلوا، محل ما تمشوا تتبلوا. وابشركم برهان ذهب الى الصين وحميدتي انضرب في شنو، قولوها قولوها يا جيش، برهان ذهب الى الصين وحميدتي انضرب وين، قولوها تحت، قولوها تحت، رددوا مع رددوا يا جيش، رددوا. برهان العام في الصين يمثل السودان، قولوها تحت، اكتبوها بالتعليق، برهان ذهب الى الصين وحميدتي انضرب وين. برهان ممثل لقوات الشعب المسلحة والممثل الشرعي لجمهورية السودان، وذهب إلى الصين ممثلا جمهورية السودان، وحيجيب مع الشغل الجديد والجولة ماشى كده لحد موسكو إن شاء الله، وحيجيب مع الشغل الجديد والبل والفدق والمتق إلى جهنم وبئس المصير. أين أنتوا أيها القحاطة، أين أنتوا أيها القحاطة الآن؟ شفتوا البلدة كيف، شفتوا الفدق ده كيف، شفتوا المتق ده كيف، شفتوا المتق ده كيف. افتح الكاميرا يا بيتدقلوا ام قرون، افتح الكاميرا يا ام قرون، يا ام قرون شنو يا زول، هو انا زول جاي عشان هذا، انت زول جاي عشان التحيه لك يا اخي، معلش يا زول، شنو اقول بسم الله، انا قال لك جنجبيدي التحيه لك يا اخي، شكرا لك الله يبدا لايف بلبس، الله يبدا لايف بلبس، تعالي بعدين جنجبيدي، قال لي انت كذاب دو خالي، حرمت لك حبابك 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 شيء، لو استمروا بالطريقه البطاقه ما بتعرف تكتبها. السلام عليكم، الجنسيه ما بتعرف تكتبها ولا في الاخر، افتح الكاميرا درود على السلام، ما بيسلم عليك يا درود طالب، يا سلام انا افتح لك الكاميرا، انا تحزن انا خايف منك، افتح الكاميرا، افتح الكاميرا، وانت راجل عشان تخاف ولا ما تخاف، افتح الكاميرا، فتحت لك الكاميرا، وين الكاميرا فتحتها، وحلاتي يا ناس وحلاتي وحشي، اسمع ما تتبلمي يا مقرون، ما تتبلمي، لا 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 ما تتبلمي، لا 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 لا، عيب عيب، ما تتبلم، ادينا الشوف الشيخ، اسمع ابو راف، ادينا الشوف الشيخ يتبلم ويتب، هات اسمع الطرش، انا ما سبيتك، ما سبيتك، قلت لك ما تتبلم، انا قلت لك ما تتبلم، ما سبيتك، ما تتبلم، بتعرف شنو انت سوداني، انت سوداني، صوتك ما سامع، ما سامع فيك الميوت، صوتك ما سامع، تعال يا
قدوره تعال ادينا بالحطاب. صوتك ما سامع، انا فك الميوت. شباب سامعني تعيد؟ تو ما سامعني؟ سامعك سامعك. انزل ايوه انزل تحت معني. والله الحمد لله طيبين، ابشر. الزيت بتاع معسكر حطاب وما حدث، وانت زول قاعد هناك افتح الكاميرا عشان الناس تاخذ الكبشه لي. جرم جرم تقيل والله يا ابو رام. افتح الكاميرا عشان تفاصيل الجرم، افتح الكاميرا عشان تدينا تفاصيل الجرم. والله شويه كده قاعد حته مظلمه يا اخي. انت مالك الليله بقيت زي الجنجبيل في حته مظلمه. هذا الجرم اليوم هذا العمليات النهائيه كده. يا جماعة دي كلهم زايلة ونعيمك زايلة، كلهم إن شاء الله عملوا لهم حطب هناك في جهنم، إلى حطب جهنم بإذن الله. الله أكبر يا أخي، الله أكبر يا أخي. اللي هو بتاعهم والله ذهب إلى جهنم وبيصل مصير. كيف حالك أنت إن شاء الله طيب؟ ما الحمد لله يا أبشر، ما يا أخوانا في الكدر في الكدر وفي حطاب شغالين شغل، يعني لهم والله بالبسالة والشجاعة والفرازة. يعني لو قال لهم الحطاب دي الجنة ما بيمشوا الجماعة دي. يا هذول هم الحطاب، وإن شاء الله الحطاب بيقتلهم حطب جهنم. بيقتلهم حطب جهنم يا جماعة. عبد القادر ده عنده صفحة، مشكلة في صفحته، الناس تدعمه صفحته دي تدوس عليها وتعمل لها متابعة. يا عبد القادر، في سؤال بيسألوه كل الناس، أنا دارس عليك إياه وأتمنى ما أكون أحرجتك. حطاب فيها 35,000 عسكري، ليش نقول 35,000 عسكري ده المجمدين وقاعدين، ليه ما بتحركوا ويرموا قدام؟ ده سؤال بيسألوا لي الناس. والله يا بشرك يا خالد، الجيش بيشتغل بتكتيك يا جماعة. الناس دي شغالين شغل بدقة عالية، بمهنية عالية، والجيش عارف نفسه بيعمل في شنو. نحن مرات بنسوق يعني 11 نفر بنسوق قريب 30 40 دعانة. لسه بيشتغلوا بتكتيك عالي. فنضع الرب إنه يثبت، بس الناس ما تتجرب الإشعال 35. والله يا 35 دي ترجعوا وتحرك بالعين جميل كامل يرجعوا بداين، ما عندهم قشة مرة. الله يسعدك يا أخي، التحية لك. شباب دوسوا على صفحة أخونا بيسموه شنو قدورة، صفحة الثانية حذروها، دوسوا عليها وعملوا لها السلام عليكم يا ناس، مساء الخير مساء السعادة للشعب السوداني الأبي، وتحية موصولة لأخواتنا المسلح اللي هي موجودة على مستوى الحطب، وتحية موصولة لأخواتنا المشتركة الفاشر السلطان أبو زكريا ودواهي فاشر من ليت، وكل المحليات المجاورة لمدينة الفاشر. فتحية لهم لأنه مشتركة شخاش وغزي الليل، وتحية كبيرة جدا لكل قياداتنا على مستوى القوى المشتركة و الجبهة السورية بمختلف مسمياتهم، وأيضا التحية موصولة لكل قياداتنا الجيش السوداني على رأسهم القائد عبد الفتاح البرهان وما أتباهه، يعني كل الناس تحية لكم. إن شاء الله النصر ده من حليف الشعب السوداني، وده عبارة عن هدية تقدم للشعب السوداني، والتحية لناس حطاب شغل زي الليل. فأمباري أكثر من 800 جنجويدي، دنيا زايلة ونعمك زايلة، وكل المتحرك بتام دنيا زايلة ونعمك زايلة، وأربع لواد دنيا زايلة ونعمك زايلة. فدي واحد من الخطوات، هو الخطوات المهمة جدا للشعب السوداني، اللي هي يدل إلى أنه الجيش السوداني والقوى المشتركة شغالين شغل بتكتيك وبتقنية عالية جدا. فلذلك كده كل معركة يدخلوها بكون هم المنتصرين، ودل هو للمؤسسة العسكرية. فإذا كان أنت عندك مؤسسة عسكرية من بنية قوية، فبكون عندك نظام معين بتمشي بقى. لكن إذا كان أنت يا أخي عندك كمية بتاع القوات، ولكن ما عندك نظام عسكري، ما عندك أي نظام رسمي، فبكون هي عملية بتاع الدياء ساكت وليس إلا. فدل حاصل الآن، يعني الفريق اللي أنتوا شايفينه دائما قواتنا المسلحة هي بعدد قليل جدا، وبحقق انتصارات في كافة المحاور اللي هو المناطق بتاع العمليات. وأيضا بالرسل رسالة للشعب السوداني، يا شعب يا سوداني، يلتفوا حول قواتكم المسلحة وأطموا كل القوات بما تملكوا، سواء كان مشتركة جيش الجيش أيضا فيها وحدات عسكرية جوا. فكل القوات دي بقت حاجة واحدة، فأتأمم إن شاء الله النصر تكون من حليفنا، وننتصر ونطلع ببلدنا إلى الدفة اللي نحن منتظرين أو تعال انتظارهم. وأيضا إذا وصلت لحد هنا يا سوداني أبي، ما تنسى أعمل شير لايك سبسكرايب، علشان صفحة بيك أنت هيقدر يمشي لقدام، وهنقدر نستمر في نشر المزيد علشان الفايدة تعم كل الشعب السوداني. لحد هنا نقول لكم دمتم ودام السودان بألف خير مع ألف سلامة.